مشروع مدينة الصناعات الغذائية سايلو فود بمدينة السادات شهد انطلاقته الكبرى في الأول من أغسطس عام 2019، وشارك في بنائه 20 شركة مصرية بقوة تزيد على 2000 مهندس وفني وعامل. واصلوا جهودهم حتى اكتمل الأمل، وتجلت قدرة المصريين في مواجهة أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الغذائية واختراق عالم تركيبات خطوط الإنتاج، حيث قامت العمالة المصرية بتجميع وتركيب جميع خطوط ومعدات الإنتاج بمصانع مدينة الصناعات الغذائية سايلو فود. واليوم يتم افتتاح المرحلة الأولى منها، والتي تضم الآتي: مصنع البسكويت الخاص بالتغذية المدرسية لإنتاج عدة أنواع من البسكويت بطاقة إنتاجية تصل إلى 68 ألف طن سنوياً، مصنع لإنتاج المكرونة بطاقة إنتاجية تصل إلى 151 ألف طن سنوياً، مصنع للمخبوزات بطاقة تصل إلى 9000 طن سنوياً. وإلى جانب هذه المصانع أنشئت 14 صومعة للغلال طاقة كل منها تبلغ 5000 طن بإجمالي 70 ألف طن سنوياً، بالإضافة إلى خطين لمطاحن الدقيق بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 234 ألف طن سنوياً، مجمع للطباعة والتغليف لإنتاج العبوات اللازمة لتعبئة البسكويت والمكرونة والمخبوزات بطاقة تصل إلى 8000 طن سنوياً، منظومة صناعية ولوجستية متكاملة استخدمت فيها أحدث نظم الإدارة والتحكم الإلكتروني الكامل باستخدام أحدث برامج الإدارة العالمية لمراقبة كافة مراحل الإنتاج، إلى جانب تطبيق أنظمة الجودة العالمية المطابقة للمواصفات القياسية بواسطة معامل الشركة. محمد أبو عيطة، إكسترا نيوز، مدينة سايلو فود للصناعات الغذائية، مدينة السادات الصناعية.